بمناسبة عيد القديس جيريس احتفل يوم 17 من شهر تشرين الثاني بقداس إلهي في دير القديس مار جيريس بالقدس. ترأسه مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس الأنبا أنطونيوس، وحضر القداس عدد من الكهنة والمؤمنين من أبناء الرعاية المختلفة. مار جيريس يعتبر من القديسين اللي أثنى عليهم السيد المسيح كل مجد، قال له يا أمير الشهداء، لأن هو كان قاعد 7 سنين تحت الاستشهاد وتحت طبعا الألمات، وتحمل العلم من أجل اسم المسيح. كلمة ماري جرجس، جرجس معناها احنا بنسموه هنا الخضر، وكلمة الخضر هنا معناها فلاح. وخلال القداس شرع الكهنة بتطيب رفات مار جيريس ولفوه بكسوة جديدة، ثم طاف به مطران الأقباط الأنبا أنطونيوس برفقة خدام الهيكل 3 مرات وهم يتلون الصلوات. بطلب من مار جيريس، مار جيريس شفيعي، يعني كنت قبل ما أحبل بجورج كان أوقع بشدة بضيقة يطلع لي مار جيريس عليه السلام ويحميني من أيات مخطر. بتمنى من الله أنه ابني يكون عنده قوة وشجاعة زي الخضر عليه السلام. أول شيء ابني اسمه جورج، حبيت ألبسه على عيد مار جيريس، ندرت أني ألبسه على عيد مار جيريس. وكمان حابة أحكي أنه أول ما ولدته طلعت من المستشفى قبل ما أروح البيت، جيت هوني وأعطيته للرهبة وحطته على عيد مار جيريس. كل سنة بنيجي بنصلي هون بعيد مناسبة مار جيريس عليه السلام خضر. احنا بنطلب بالمار جيريس انه يعم السلام في جميع انحاء العالم ويستقر الوضع. وبهذه المناسبة صلى المؤمنون بكل خشوع وإيمان، وأضاء بعضهم الشموع طالبين شفاعة القديس العظيم. بطلب منه يشفيني، يعني عندي أوجاع وأمراض. وارتدى بعض الأطفال ثوب مار جيريس تيمناً ببركته وشجاعته.